السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمادة. رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والسلامة، جعلكم الله من صوامه وقوامه، وكل سنة وانتم طيبين. رمضان هذه السنة غير عن كل السنوات الحلوة اللي عدت علينا، وتقدر تقول انه في بعض النقاط اللي ما هي في صالحنا، مثل عدم التجمعات والمساجد المغلقة والسفرة الطويلة اللي تجتمع فيها مع اصحابك واخوانك، وطبعا صلاة التراويح اللي تحسسك فعلا بروحانيات رمضان وانك فعلا في شهر الخير. كل هذه النقاط مو في صالحنا لانه في واحد قرر ياكل خفاش. وطبعا ما نقدر نقول انه رمضان ما في اي ايجابيه بحكم المشاكل اللي تصير حاليا، الحمد لله الايجابيات كثيره. واول نقطه ايجابيه طبعا من منظور شاب مغترب، رمضان هذه السنه نصوم ساعات اقل. السنه اللي فاتت معدل الصيام في فنلندا كان 20 الى 21 ساعه، الامساء كان الساعه 2:30 والافطار كان الساعه 11:30. اما هذه السنه الحمد لله، والله الحمد لله، الامساك الساعه 3:15 والافطار الساعه 9:15، وكل يوم يزيد دقيقتين. مثلا امس فطرنا الساعة 9:15، اليوم نفطر الساعة 9:17، يزيد دقيقتين، وكل يوم يزيد دقيقتين الى ان ينتهي رمضان. واحدة من الايجابيات انك راح تتعرف على نفسك اكثر، ايش هي نقاط ضعفي، ايش هي نقاط قوتي، حتبني خطة وحتكون لك نظرة للمستقبل، انك تشتغل وتحوش فلوس على جنب، كيف ابني المشروع الخاص فيا، كيف اسدد الديون اللي علي. هذه الفترة اذا ما فادتني بشيء، اقل حاجة فادتني انها خلتني انسان واعي اكثر من قبل. راح تفكر كيف تغير نمط معيشتك، اقل حاجة هذه فترة راح تخليك في تناقض مع نفسك او في تسامح مع نفسك. وعشان تستفيد من وقت الفراغ اللي عندك حاليا، اتمنى انك تقرا كتاب The Happiness Project للكاتبة غريتشن روبن. هذا الكتاب فعلا غير نظرتي للحياة، اللينك هحطه تحت. راح يخليك تفهم معنى السعادة، انه مو بالحاجات اللي انت قاعد تدور عليها، انك فعلا لازم تهتم بالحاجات اللي عندك الان. ما اقدر اختصر فائدة الكتاب هذا، اتمنى انك تستفيد منه زي ما انا استفدت منه. وطبعا الايجابية الكبيرة في حالة اغلب المشاهدين انك تكون بين اهلك. لسوء حظي انا مغترب وعايش لوحدي في فنلندا، هذا الشيء له تأثير سلبي. طلعت من المملكة العربية السعودية 2015 إلين يومك هذا ما شفت أهلي، طبعا أتواصل معهم دائما، صورهم كمان معلقة عندي في الجدار. طبعا لما اقتربت صحصحت مزبوط، السمبوسة بالجبنة اللي كنت أقول لا والله يا أمي ما أبغى، يا واد اليوم أدمع بس عشان سمبوسة من يد الوالدة يا شيخ. اللهم احفظ أمهات المسلمين. فإذا أنت بين أهلك وأحبابك قول الحمد لله. وطبعا أحلى شيء في الغربة أنها تعرفك على ناس من كل الأجناس ومن كل الطبقات الاجتماعية، وطبعا أحلى شيء فيهم دائما يسووا لايك عشان خوارزميات اليوتيوب. سوي لايك، كل ما أنت تسوي لايك كل ما الفيديو تم اقتراحه لناس أكثر، فسوي لايك. وافضل شيء نستخدمه في الاونه الاخيره سواء بطريقه سلبيه او بطريقه ايجابيه هو الانترنت، واحلى شيء في الانترنت انه دائما يجمعنا سوا. والله الحمد لله ماشي، لا جوع ولا عطش. والله يومك العام انتم بخير وان شاء الله الامن والامان. هو اذا اسكت الباحه الساعه 9 بالليل احس انه بعد ما اكفى شيء اسمه شعور بالجوع. لغى الشعور، في هو مو جوع هالشيء، ما ادري شنو، ما حاسني قبل. والله حماده صار لي يومين الحمد لله مو اشعر لا جوع ولا عطش، الحمد لله وشكر، بس بعد يومين والله ما اعرف شنو يصير. والله الحمد لله وشكر على كل حال، هذا رمضان شوي احسن من رمضان اللي راح لانه ساعات راح تكون اقل. هي رمضان شنو لم غير؟ انا دعست الشهر انتظره. والله الحمد لله والله يسعدك، صح انه تختلف عن السعوديه وكذا بس ماشي الحال. بس بنفس الوقت هنا احنا محرومين من هذا الشيء، بس الله عوضنا باصدقاء طيبين واكثر من اخوه. ان شاء الله يعني يزول هذا المرض والامور تبقى تمام وطيبه وتمشي الاوضاع الحمد لله. والله اللسان يعجز، والله يعني شيء محزن مره انك تشوف مساجد مقفله، تشوف يعني حتى الأقارب والأهل ما صاروا يتلموا زي أول. الله ما يسوي شيء يضر بيعده، حاشا لله. والله خرا يا صاحبي، لما تكون من أهلي أبوي تأكل سمبوسة، أنا كان بي أبوي هنا أبوي تطبخ رز يا أبوي. والله من جيت تطبخ رز يا شيخ. رز ناجي بقول لك والله. والله يا شيخ. حبيب قلبي أمار كيف حالك؟ الله يبارك عليك حبيبي. علينا وعليك يا عمي، كل سنة وأنت طيب. ورا الفطور الكنافة ضمك إياها. يعطيك انت ضرة قدرة على لسنك تجيبني تجي. ساعات رمضان هذه السنة يقول لك أقل بشوية من السنة اللي فاتت. والله سهلة سهلة هالسنة. أحسن من أول. أنت تعرف كل واحد يقدر يعني بأي سيتويشن تقدر أنت تتكيف. إن شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله يا ربي يتقبل صيامكم. ونتمنى انه هاي الايام انه تزيح، يا والله هذا الوباء شويه. اي والله وقفنا بالبيت. حبيب قلبي منتصر، والله اشكرك على المشاركه، ما تقصر والله. حبيبي حبيبي، اني خادم لك
وللصومال من قامة الصومال لحد ما قعدت. والله تسلم الله يتسلم يا شيخ. كل شخص عنده إمكانية التكيف بالذات إذا توفرت العوامل الرئيسية وأولها الأهل. وطبعا في الغربة أمنياتي صارت أكبر وأكبر، أتمنى أسمع صوت الأذان، أتمنى أعيش أجواء الحارة، تشوف البسطات البليلة والصوبية، تجمع مع الشباب تلعبوا بلياردو تلعبوا فرفيرة، أتمنى الفطور الجماعي، أتمنى أني أقعد مع الشباب كذا نفطر ونحش في بعض. زحمة الأسواق الشعبية، مقاضي رمضان ومقاضي العيد، والله مشتاق ألعب في البراء، غير الطقطقة والضحك والونسة. الله يجمعني فيكم يا شيخ. هذا كان وقتي معكم يا شباب، ومشكورين جدا على المشاهدة، ورمضان كريم عليكم مني ومن جميع الشباب اللي شاركوا في صناعة هذا الفيديو، ونقول لكم تقبل الله صيامكم وقيامكم وكل سنة وانتم طيبين. لا تنسى تسوي اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في الفيديوهات الجاية. Peace.